بسم الله الرحمن الرحيم. بالروح والدم نفديك يا سجين، بالروح بالدم 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 نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. أحبتي أيها الأحرار الثوار، السلام عليكم وعلى جهادكم ومواصلاتكم التي لا تنتهي وستبقى إلى أن يحقق الله لكم الفرج. السلام عليكم يا عوائل السجناء، آباء وأمهات. السلام عليكم أيها الأشراف الذي لهم الفضل علينا وعلى قضيتنا العادلة، آباء الشهداء وأمهات الشهداء. السلام عليكم أيها المرابطون في ساحات العزة والحرية والكرامة، حيث آثرتموها على عيش الذلة والمهانة. جينا في هذه الأمسية لأجل أن نقف تضامنا مع هؤلاء الشباب الأبرياء الذين ليس لهم ذنب سوى أنهم ذهبوا لأجل أن يستحموا في بركة الماء، ولا يكون عندنا عجب من أن هذا النظام لا يبالي بما يصدر من أبناء شعبنا سواء كان في بيته أو في بحره أو في بركته أو في شارعه أو في مقره أو محل خروجه.